الحباب، السلام عليكم. كي دايرين؟ صحيحه، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس. هيكون فلوغ، هتدوزوا معايا واحد النهار. كيما شتو فقت درت زيت لشعري، درت واحد باندويل شعري وفطرت مع راساتي. هيكون فيديو في خريجه الاكسيون، مشتريات وجديد اكسيون، وهيكون فيه واحد الوصفه. المهم دوزوا معايا واحد الفلوغ خفيف ظريف، نتمنى انه يعجبكم. المهم فطرت بهذاك الشيء اللي قسم سي ربي، حليب مع قهيوه ودو ترونش دو بريوش مع شويه تاع العسل الحر، هي هذيك. ودرت واحد الزيت لشعري، دابا نبارطاجي معكم زيوت الشعر اللي تخدم بهم تنفعوني. كما تتعرفوا انا تندير الحنه الصباغه الطبيعيه، الحناني والقلب الهاني، و باش ما ينشفش ليا شعري مره تندير الزيوت قبل ما نغسل شعري. دائما تندير الزيوت، تندير ان سوان، تندير شحال من حاجه. المهم هنغسل بهاد لاغام تاع غارني افوكا. هاد لاغام تاع غارني افوكا باش نكون واضحه معكم البنات، فيها سيليكون، يعني فيها دي برودوي شيميك ما بيهاش. دابا ندير معكم شي فيديو نشرح لكم الفرق ما بين هاد لاغام وواحد لاغام اخرى تاع غارني ما فيهاش لي برودوي شيميك. المهم غسلت شعري، ما كنتش باغا نغسل لحمي لانني كنت بحرة. غسلت البارح لحمي، كنت مشيت ترينيت في لاصال تاع السبور وما بغيتش نغسل سميتو، ما بغيتش نغسل لحمي، بنغسل غير شعري فوالا. المهم غسلت شعري كما شفتو، درت شامبوان ودابا غندير لابخي شامبوان. غنخلي واحد 5 دقائق في شعري وابخي غنغسلو، هي هذيك. ونعاود ندير واحد الماسك حتى هو تاع غارني، لا ماغ تاع غارني. المهم هاد لي برودوي زوينين ما بيهمش، ولكن بالنسبه للبنات اللي تختاروا منتوجات ما فيهم السيليكون، ما فيهمش البارابين، ما فيهمش لي برودوي كوزميتيك سميتو، فيهم برودوي كوزميتيك شيميك، ما يليقش ليكم. هاد لي برودوي اللي شفتو في هاد الفيديو راه فيهم لي برودوي شيميك. فوالا كيما شفتو مشيت غسلت لابخي شامبوا، ودابا درت الماسك تاع اولترا دو تاع افوكا. هي من قضيه الريحه، ريحتهم زوينه، ريحتهم غزاله البنات. سي اونكتيو، تيرطبوا الشعر. علاش تيرطبوا الشعر بزاف؟ لانهم عامرين بالسيليكون. يعني بالنسبه للبنات مره انا تنخدم بدي برودوي تاع السيليكون مره على قبيله الحنه، من بحال كذا مثلا نكون دايره الحنه، شفت التخليطه تاع الحنه، تندير شويه تاع الماسك يكون فيه سيليكون باش دغيا نشط وتحيد هذاك الشيء كله. المهم هنشط شعري كما تشوفوا، هنشلو وهنجمع شعري وهنمشي نطيب. هندير واحد الوصفه تركيه زوينه سهله مهله، تدار بلا بات فويتي، هنديرها بلا بات فويتي ايبيس. كما تنقول لكم انا راه ماشي شي وحده اللي واعره في الطياب، المهم تنبارطاجي معكم هذاك الشيء اللي تنعرف، يعني قد حد القد. المهم تواضع لله، المهم باش نجيكم من الاخر. المهم كما شفتوا وحده راه مصايباها، صايبتها اش فيها، درت فيها الفلافل، الفلفله حمراء والصفر وزويتينات، ودرت فيها الكفته هي هذيك ويا هذيك، وتنديرها تنخشيها في الفرن. المهم انا نصايب وحده قدامكم باش يكون الشرح واضح. صراحه لا سا شونج ان تي بو، تندير فيها الفرماج، تنغيروا شويه المنظر. كيما شفتوا هنايا، هاي لا بات فويتي، انا خديت لا بات فويتي فويتي ايبيس. المهم ديروا نتوما اللي بغيتو، يا هذيك درت هذاك الفلافل، الكفته، الزويتينات، درت هذاك الشيء اللي قسم سيدي ربي، حطيته تما الوصفه هذيك، وهنجمعوا بواحد الطريقه. هذه وصفه تركيه ومعروفه، وشحال من بنات بارطاجوها في وقيته رمضان وداك الشيء. المهم انا هنشاركها معكم، صراحه لله تتعجبني، تنبدلوا شي شويه زوينه. المهم انا تتعجبني اي حاجه فيها دي بات فويتي ولا فيها دي بات بريزي ولا شي حاجه، سا شونج ان بتي بو. مره تنبغوا نبدلو. وترايان ولدي ريان تصايبها معايا، تنخلي بارتيسيبي كما تشوفوا،
مهم تنديرو ان بوتي اتوليي من ما تيكونش نهار الاربعاء قاري تيعاوني شي شويه من تيكون في الدار بحال هكذا نهار السبت والحد من تنبغي نطيب شي حاجه تنخليه يعاوني تعجبو الحال. فوالا كيما شفتو الطريقه تاع الطوي تاعها ماشي شي حاجه صعيبه، هي بس زوينه هاد لاباط فو تتخرج مقرمشه، تتخرج بواحد الطريقه زوينه مقرمشه. المهم تقدروا ديروا فيه هاد في هاد لاصوص، تقدروا ديروا فيه الفلافل، تقدروا ديروا فيه الطون، ديروا فيه السلمون، تقدروا ديروا فيه الدجاج، المهم ديروا فيه داك الشيء اللي بغيتو. المهم انا هنايا سميتو خرجت بغيت نخرج، ولكن ضروري نتغدى قبل ما نخرج. تغديت انا وريان، من بعد هنديه بسيكوموتريسيان على قبل التركيز وعلى قبل سميتو الكتابه. كما قلت لكم البنات البسيكوموتريسيان نخليكم الفيديو اللي شارحه فيه تحت قناه الوصف، تحت الوصف فوالا شارحه فيه. وانا هنحطو على البسيكوموتريسيان المهم من بعد ما تغدينا، وهنمشي الاكسيون ندور فيها كما تتشوفوا اكسيون راه في فيهم سميتو جديد اكسيون. فيما يكون يقولوا بان اكسيون عندها الجديد فتنشي اون فنشي في مورا الغدا تلقى الدنيا حيدو شحال من حاجه، يعني الناس تيجو مع الصباح تيشرو. حنا عندنا هنايا في المدينه ساكنه فيها لي زاريفاج تيكونوا بالاربعه، اغلبيه تيكونوا الاربعه تيجيبوا الجديد تاع اكسيون. فيها شحال من حاجه كما تتعرفوا، لقيت فيها دي برودوي زوينين، لقيت فيها تمتو حطوا هاد لي سالاديب وحدين جداد، حطوا شي كيسان ترونسبارون جداد، وسميتو كما تتشوفوا الاثمنه مناسبه، الاثمنه زوينه. هاد السيرفيس انا عاجبني وتنفكر انني نشري. البنات اللي كنتو شارين هذاك لو سيرفيس تاع البيض اللي شديت لكم عليه قبل قولوها ليا، واش المواعن تاع اكسيون صدقوا لكم ولا ما صدقوش لكم. المهم كان شحال من جديد، كاينين هذوك لي كاراف دو زوينين حتى هما بحر جابوهم جداد، وهاد الكيسان عاجبيني انا الكيسان. المشكله انني عندي بزاف الكيسان تنقول واش نشري غير الشريان، انا عندي الكيسان واش نشريهم. المهم انا عاجبيني هادو لي ترونسبارون زوينين، كاينين هاد لي بتيت بواط لي بتيت رونجمون زوينين اللي بغينا نديرو فيهم اتاي ولا القهوه ولا الروز ولا شحال من حاجه، كاينين هاد لي رونجمون توا زوينين. المهم عجبني شحال من حاجه دزت في هاد لو غيون اللي فيه الماكياج وداكشي، صراحه ما تنشريش من اكسيون الماكياج وداكشي. المهم غنوريكم واحد لو برودوي زوين تاع سانيكس ما فيش لي برودوي شيميك. المهم كاينين شي حوايج صافو لو كوف اكسيون بنادم يشريهم، كاينين شي حوايج بنادم يتفادى يشريهم على قبل حتى ما زوينش. المهم انا عيني ميزاني كما تنقولوا، غندير لكم ان شاء الله قريبا واحد الفيديو فيه مشتريات لانني شريت شحال من حاجه من اكسيون. نتمنى انه قالوا لي في التعليق واش تبغوا مشتريات تاع اكسيون اللي شريت. فوالا نبارطاجي معكم، نتمنى هذا الفيديو انه يكون عجبكم. هاد الزيرو سانيكس زوينه البنات، سانيكس زوين. نتمنى ان هذا الفيديو يكون عجبكم، خليت لكم الصحه والراحه والعافيه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. مرحبا بكم عندي في انستغرام تاعي في دي فرونس اتاشي، تنرحب بكل اقتراحات والتساؤلات. وزوينه هاد سانيكس، تهلاو فراسكم.